بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعادة. معكم اخوكم احمد عبد الهاي من مدينة جدة. اليوم راح اتكلم عن قاعدة غيرت في حياتي كثير. قاعدة رتبت اولوياتي، قاعدة خلت من الاشياء اللي كنت اشيل همها وما عارف كيف اسويها وابذل جهد فيها مرة كبير ما صارت تاخذ مني اي وقت. صرت اعملها بشكل جدا سريع راح اتكلم معاكم عن الحياة من خلال قاعدة 20 20-80 وامثلة من حياتنا لهذه القاعدة بس نحن ما دري انه إن هي ماشية بهالطريقة وكيف ممكن نطبقها في حياتنا وراح نختم مع بعض واقول لكم السلام عليكم بس قبل لا نبدا لما نرفع ايدينا كلها لفوق كده يلا مع بعض معلش الموضوع صعب شويه وبيد واحده نرفع السباب ونصفق باصبع واحد بهالطريقة بشكل اسرع اصبعين ثلاثة طبعا لا ايوه خليكم مستمرين اللجنة ما لهم صلاح لانهم متكشخين فجالسين أربعة خمسة يا سلام شكرا لكم شكرا شكرا أحلى شيء ابتسامة ياس لأنه أول مرة أشوفه مبتسم آه ما راح أقول لكم طبعا إيش علاقة هذا النشاط بالقاعدة إلا في نهاية العرض آه القاعدة الحياة من قاعدة عشرين ثمانين الكتاب يا نحن بنقراه مجبورين في مدارسنا او نحن بنقراه مبسوطين في اوقات الفراغ واوقات الانتظار. وفي ناس عندهم شغف انهم يلخصوا ما في داخل الكتاب، وفي طريقة المعروفة التقليدية يلخص ما في داخل الكتاب ليش؟ لأوراق. وبقلم واحد وهاتك شخمطة وترقيم ترقيم أوراق، آه والورقة بتروح في السيارة وورقة في الغرفة لما بجمع الأوراق ماني عارف فن هي. بتعب كثير وبعمل جهد مره كبير ولكن في طريقه مره جميله ورهيبه وقت بسيط وجهد مره قليل وبالوان وباشكال هي ايوه وبالوان وباشكال وبطرق يعني طريقه مره جميله ورائعه اللي هي طريقه ايش الخريطه الذهنيه قريت الكتاب استغليت وقت مره بسيط وجهد مره قليل والوان وعلى كيفك تجلس تلخص في الكتاب زي ما تبقى في ورقه واحده عن طريق الخريطه الذهنيه هذا مثال مثال ثاني نحب ننجز في اوقاتنا وما نحب نقول والله ما عندنا آه يعني ما عندنا حاجه نسويها كل ما نبغى كل شيء اللي نبغى نسويه نجلس مع نفسنا ساعه واحده نخطط فيها لبكره لبعد بكره للاسبوع الجاي بس ساعه واحده شوف العشرين في المية هذه اللي هي الساعه الواحده والجهد البسيط اللي سويته والنتيجة الكبيرة اللي طلعت اللي هي ايش؟ قدرت تنظم يومك واليوم اللي بعده واللي بعده. نحن نحب الانجاز ونحب لما نعمل حاجة نتم على على على, على اكمل شيء، وبكذا نحس بمتعة الانجاز وطعم العطاء والكرم الكبير ده. فهذه برضه بالطريقة هذه ممكن نحن ايش؟ ننظم اوقاتنا عن طريق قاعدة 20 80. مثال ثاني روسيا وامريكا وحكاية القلم الفضائي، طبعا القصة ما هي حقيقية. أمريكا دفعت ملايين وسوت بحوث ودراسات عشان تسوي قلم ما يتأثر بالجاذبية لما يطلع فين؟ فوق في الفضاء، بس روسيا شغلت عقلها، حددت المجال وركزت على الهدف وابتكرت طريقة مرة جميلة وابداعية، إيش هي؟ مرسام، المرسام ما يتأثر بالجاذبية وما كلفها ولا حاجة، طلعت بالمرسام لفوق واشتغلت وعال العال، ما خسرت لا ملايين ولا دراسات ولا بحوث. اذا استعمل القاعدة 20 80 برضه ابتسامه في وجه اخيك بالله ابتسموا انا هذا وقاعد ابتسم لي يا سلام شوف اسعدني هو واسعد نفسه ما في اي جهد ولا اي حاجه سواها غير انه بس ايش انشكح يعني وابسطني وابسطكم طبعا ما ابسطكم انا هو بيطالع فيه هذه آه الطريقه المبتكره لصب الشاهي عن طريق هذا الاختراع والابتكار الموضوع ما كلفه شيء يعني حركه يد على 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 امر ابتكره وصب على وصب الشاي على عده فناجين مؤسس او صاحب فكره 2080 هو ريتشارد كوش الذي اعتمد على انه من القليل ياتي الكثير ويمكن نبذل القليل عشان يدينا الكثير تبغوا نطبق هذه القاعده مع بعض قول ايش هو مجالك تبغى تغير في نفسك في اسرتك في عائلتك حدد الهدف وركز عليه و ابتكر الطريقة المبدعة والمبتكرة عشان توصل الهدف اللي تبغاه شكرا لكم بالحسن استماعكم وتفاعلكم معكم أحمد طواجي نتواصل عن طريق الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والكيك وشكرا لحسن استماعكم